السلام عليكم طلابي، نتابع ان شاء الله بالجزء الاخير من شابتر السكين. اخر اشي وصلنا عند الجلاند اوف ذا سكين، الغدد الموجوده في الجلد. في انواع عده منها، نذكر سبيشوس جلاند، سوزوفيروس او سويت جلاند، سيرمونيوس او الواكس جلاند، والمامري جلاند. نحكي عنهم واحدة واحدة. نبدأ بالسبيشوس جلاند والأويلي جلاند، هم عبارة عن سكريتوري بورشن ان ذا ديرمس، يعني عندها إفرازات في طبقة الديرمس، ممكن تخرج إذا كان في ممر إلها لطبقة الإبيديرمس. most open to the hair shaft. ممكن نلاقي كمان فتحة إلها مش على الديرمس لبرا، ممكن تكون فاتحة أو مرتبطة ب الهير شافت، يعني خروج الاويل مع خروج او ممر الشعرة والشافت تبعت الشعرة. في عنا نحكي عن سيبم، اللي بتفرزه السبيشوس جلاند، هو عبارة عن combination of cholesterol, protein, fat and salt، مزيج من الكوليسترول، بروتينات، الدهون والاملاح. وظيفتها انها keep hair and skin from soft and pliable. وظيفة هاي السبيشوس جلاند طبعا لحد معين، يعني تكون محدودة إفرازاتها، تعطي المرونة والنعومة للبشرة وللشعر. inhibit growth of bacteria and fungi ringworm fungi، بتثبط نمو البكتيريا والفطريات خصوصا ringworm. هلأ ارتباط السبيشوس مع الأكني. الأكني هي حب الشباب، هي عبارة عن يعني الحبوب أو الدهون اللي بتكون على سطح الجلد، هاي مش طبيعية، هاي مسميها الحب الشباب اللي هي الأكني، بسبب بكتيريا الانفلاميشن ان ذيس جلاند، التهاب بكتيري في هاي الغدد. لو الشخص محافظ على نظافة، بيستعمل مرطبات، بيستعمل أدوية معينة، نحكي احتياطا يعني قبل ما تصير عنده الأكني، من هو في مرحلة قبل المراهقة، في عناية، ما بتطلع عنده هاي المشكلة الأكني. متى بتصير؟ بسبب التهابات بكتيرية بتصير في هاي الجلاند. secretion stimulated by hormone at puberty، بحكي لنا انه هاي الافرازات بتزيد. ليش في حب الشباب او في فترة الشباب؟ لانه زيادة الهرمونات في فترة البلوغ بتؤدي هاي الهرمونات الى زيادة انتاج الاويل وعمل السبيشوس جلاند. ثاني نوع سودوفيروس اور سويت جلاند، وهي نوعين اكرين ابوكرين، حكينا عنها بالمحاضرة الماضية انه في فرق منهم بين الاكرين والابوكرين، بس انه وين الافرازات بتروح. بالإكرين most area of the skin، بس خلينا نميز بينهم أو الفروقات بينهم، إنه هاي الأكثر انتشاراً على سطح الجلد الإكرين. secretory portion in dermis بتكون with duct to the surface. فنشوفهم هنا، هيها هاي الإكرين gland بيكون معها duct على السطح، في قناة بتفرز إفرازاتها مباشرة على سطح الجلد. regulate the body temperature with respiration، عملها أهميتها أنها بتنظم درجة الحرارة مع التنفس الخلوي اللي أو التنفس اللي بيعمل الكائن الحي ونشاط الخلايا عنده. فالأكرين لبرا مباشرة، أما الأبوكرين لا، بتكون مع الشاف تبع الهير. secretory portion in dermis with duct that open into the hair follicle، الدكت بتروح مع الفوليكل تبعت الهير او الروت تبعها وبتطلع مع الهير، هاي الافرازات تبعتها. secretion more viscous، بتكون اكثر لزوجة وهي اقل عددا طبعا من الاكرين، الاكرين اكثر انتشارا. ceremonious gland modified sweat gland، هي نوع من السويت جلاند ولكنها تنتج wax secretion in ear canal، بتفرز الدهون هاي في قناة الأذن أو الواكس. سيرمن contains secretion of oil and wax gland. فهدول هاي المادة السيرمن المفرزة بتكون مزيج من الأويل
وعمل الواكس جلاند، يعني بيكون بيناتهم. help for a barrier for entrance foreign body impacted sermon may be reduced hearing. حكينا انه اهمية هاي السيرمون اللي بيفرز في قناة الاذن يعيق دخول اي كائنات غريبة لداخل الاذن. ولكن الامباكتد يعني المتراكم، هذا الواكس المتراكم او السيرمون المتراكم، اللهم صل على سيدنا محمد، يعيق، قد انه يعيق السمع. هيك خلصنا الغدد، حكينا عن الهير، حكينا عن الغدد، نحكي عن النيل. النيلز tightly packed keratinized cell، هي عبارة عن خلايا كيراتين متراصة ومضغوطة فوق بعض. في عنا أجزاء للنيل، في النيل بودي، خلينا نحكي عنهم بالترتيب. النيل بودي is pink due to underlying capillary، بحكينا إحنا بنشوف إنه اللين الأظافر زهرية بسبب الشعيرات الدموية الدقيقة الكثيرة تحتها، because of the capillary or underlying capillary، تحتها كثير من الشعيرات الدموية. اللانيولا appear white due to thickness stratum stratum basal in that area، بحكي لنا في عنا منطقة اسمها اللانيولا اللي هي آخر الأظفر، نفرجكم إياها، هاي اللانيولا. أحيانا عند بعض الأشخاص بتبين بيضة بسبب تراكم او thickness تبعت البيزل او طبقة البيزل في هاي المنطقة، فبتكون الستراتوم بيزل كثيفة او thick، بحكوها اغليظة في هاي المنطقة، فبتبين اللانيولا appear white. cuticle or eponychium is stratum corneum، هاي طبقة هاي الطبق، هاي زي الجلدة أو اللحمة اللي بتمسك الأظفر، أحيانا بالبديكير المونيكير بيشيلوها وبتشوها لبرا، مش عارف، عشان يطولوا يزيد سرعة نمو الأظفر. هي عبارة عن ستراتوم كورنيوم، تذكروا طبقات الإبيديرمس منها، ونفس الشيء ستراتوم بيزل من طبقات الإبيديرمس. Nail matrix deep to the nail root in the region from which the nail growth occur. بحكي لنا إنه النيل بودي أو النيل ماتريكس، نشوفها هون، النيل ماتريكس هون، هيها بتكون في العمق تحت عند النيل روت، حول النيل روت، هاي النيل روت وحولها النيل ماتريكس. نيل ماتريكس في العمق حول النيل روت، deep to the nail root، حول is the region from which the nail growth occur، من هناك، من تلك المنطقة، منطقة النيل، أرجع فيها، من منطقة النيل روت والنيل ماتريكس حولها، من هون بصير النمو للأظفر من جديد. growth is 1 mm per week، يعني كل أسبوع المعدل الطبيعي، في ناس أكثر في ناس أقل، برجع كمان زي ما حكينا دائما جينيتكس، غذاء، ظروف، تقريبا، ولكن في المعدل 1 ملي لكل أسبوع. faster in summer and almost used hand، بيكون أسرع في فصل الصيف النمو الأظافر، وأسرع في اليد الأكثر استخداما. هذا الستركشر حكينا عنه، بس خلينا نرجع نحكي. tightly packed keratinized كيراتينايت سيل، هذا عبارة عن النيل كله، هي عبارة عن خلايا متضاغطة من الخلايا الكيراتينية. النيل بودي هو الجزء المرئي، هذا اللي احنا بنشوفه اللي برا، بنسميه النيل بودي. visible portion هو الجزء المرئي، وهو زي ما حكينا pink due to the underlying capillary. free edges appear white، دائما الجزء الفري اللي مش متصل بالسكين بيبين ابيض. النير روت اللي تحت، هذا البرد، هذا النير روت مدفون، برد under skin layer، مدفون في عمق الجلد. لانيولا is white due to thickness، زي ما حكينا في في النيل بودي، يعني لما بتبلش بده يدخل الأظفر تحت الجلد أو يبلش يصير روت، اللانيولا وحكينا إنها بيضة. أبونيشيوم أو الكيوتيكل، المنطقة
اللي هي اللحم اللي ارتباط الاظفر مع الجلد، مع جلد الاصبع، فهاي بنسميها كيوتيكل او الابونيشيوم. حكينا هي عباره عن سترنم كورونيوم لاير. النيل ماتريكس في تحت حكينا حوالين الروت وهي مسؤوله عن نمو الاظفر. سيل ترانسفورم ان تايتلي باكت كيراتينايت سيل 1 مليمتر بير ويك. ما في شيء زيادة. طيب general function للسكين: regulation of body temperature, protection as physical barrier, sensor receptor, excretion and absorption, synthesis of vitamin D. هذول المين main function للسكين: تنظيم درجة الحرارة، الحماية من الظروف المختلفة في البيئة، فيها غدد، فيها مستقبلات حسية، إفرازات وامتصاص، وبناء فيتامين دي. نشوف protection. طيب خليني أرجع أسجل لكم هذا المقطع الـ general function of the skin لأنه شكله طويل عشان ما ياخد وقت طويل بالتحميل، بسجله في مقطع آخر وبنكمل إن شاء الله بعد 5 دقايق هيك، بس أخلص تسجيله وبحملكم إياه.